في أسئلتكم في الفيوم. شايف التصريحات بناء على التطور الموقفي. السؤال ده بالتحديد بتاع ليبيا أنا اللي سألته. نعم. سيادة الرئيس. نعم. وكنت كان فحوى السؤال انه سيادة الرئيس كان في مراسة الحوار الافريقي اللي في اسوان اللي كان من حوالي 3 اسابيع كان. نعم. قال تصريح مهم جدا انه يتوقع حل سياسي في ليبيا خلال 3 شهور. نعم. وبالصدفة يوم ما كنا معاه في الفيوم كان الاوضاع على الارض ملتهبة جدا والتهديد والتلويح التركي والتقدم لقوات الجيش الليبي في طرابلس على اكثر من جبهة خصوصا جبهة الجنوب. نعم. جنوب طرابلس. فكان السؤال كيف يفسر لنا سر التقريب بالاثنين، في تقدم تطور ميداني كبير وفي نفس الوقت سيادة الرئيس بيتوقع حل سياسي. فهو كانت الإجابة مهمة انه ما يحدث في ليبيا لا يهم فقط ليبيا ولا مصر وأمنها القومي، لكن يهم المنطقة بأكملها ويهم العالم باعتبار ان هي منطقة حيوية في البحر المتوسط وتشغل أوروبا بالهجرة والمهاجرين، وبالتالي الدول الكبرى سوف تحاول أنها مهتمة تحاول للبحث عن حل في هذا الأمر ولن تترك الأمور تفلت يعني بعيدا عن المسار السياسي. بالضبط. فبالتالي هذا هو الذي بنى عليه سيادة الرئيس توقعه لفكرة الحل السياسي في ليبيا، وتحدث كثيرا ان مصر مع وحدة اراضي ليبيا مع الجيش الليبي بطبيعة الحال مع وحدة المؤسسات، وانه فكرة انه الجيش بتاع الدولة لما بينفرط عقده بيبقى فيه مشكلة كبيرة، وهذا هو يعني محددات اساسية للموقف المصري في ليبيا وواضحة منذ فترة طويلة. صحيح.